تقدم أونروا خدماتها في التعليم والصحة والإغاثة لزهاء 5 ملايين لاجئ فلسطيني وأسرهم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. لكن هذه الوكالة راحت تقلص من خدماتها عاما بعد عام مع تزايد أعداد اللاجئين وقلة التمويل الذي يستمد حوافزه عادة من العامل السياسي للقضية الفلسطينية، وهو ما جعل أوضاع العاملين في هذه الوكالة تتدهور. مهندسي الأونروا كانوا في الماضي وضعهم أفضل، حيث كانوا يتمتعوا بعقود فيكس تيرم ثابتة، ولهم الأمان الوظيفي ولهم الادخار. لكن اليوم الأونروا تعمل على بند العقود المؤقتة. وذكر متحدث باسم أونروا في غزة أن الممارسات الإسرائيلية اضطرت الوكالة إلى وقف العمل في عدد من المشاريع في القطاع، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد من المهندسين العاملين. هناك 96 مهندس يعملون لدى الأونروا بعقود على مشاريع تنفذها الأونروا في قطاع غزة. إسرائيل في الفترة الأخيرة أوقفت 20 مشروع للأونروا تكلفتها حوالي 60 مليون دولار، ثم سمحت بستة مشاريع بالعمل هنا في قطاع غزة. القرار يشمل إنهاء عقود 52 مهندس، وسيبقى حوالي 44 مهندس يعملون. الموظفون بدورهم مصممون على مواصلة الإضراب عن العمل إلى أن تتحقق مطالبهم التي مضت عليها سنوات طويلة. نصر على عدالة هذه المطالب وعلى صلابتنا في تحقيقها. أونروا وإن كانت تقر ضمنيا بحقوق العاملين، إلا أنها ترى بالإضراب عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني. قرار الاتحاد الدخول في إضراب مفتوح دخل يومه 28 الآن، إنه عقاب جماعي للفلسطينيين. يساورنا قلق بالغ من ضياع العام الدراسي ومن تأثير الإضراب على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة. نطلب من الاتحاد العودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا. ثمة دعوة للتوصل إلى حل وسط بخصوص بعض المطالب بعيدا عن الزيادة المفتوحة في الرواتب، لأن أونروا تواجه وضعا ماليا صعبا، وتقول إن زهاء مليون فلسطيني في قطاع غزة سوف يحتاجون إلى معونات غذائية عام 2014، وقد أطلقت نداء لجمع 95 مليون دولار من المانحين لهذا الغرض.